مصطفى الصباغ، عشرة العمر، صاحبي اللي بحبه وبعتز قوي بصحوبيته دي، وفخورة اني عندي صاحب فنان زيه، مهندس ديكور بيعمل ديكورات خطيرة، لوحات، رصاص، ألوان، كل ما هو له علاقة بالفن مرتبط باسم مصطفى الصباغ. اتشرفت قوي اني اتفرجت على المعرض بتاعه، والمعرض بتاعه كل حاجة فيه بتقول قد ايه هو فنان وجميل. ربنا يخليك لينا يا مصطفى، بحبك قوي. رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان المصري التشكيلي المعروف مصطفى الصباغ بعد معاناته مع مرض السرطان، وذلك بعد أيام قليلة من افتتاح المعرض الخاص به تحت عنوان يقاوم الخبيث بالفن، والذي أقيم في مركز الهناجر للفنون بقاعة آدم حنين، وافتتحه المخرج المصري خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي وعدد من الفنانين والمثقفين، كما نعته أيضا الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا مصطفى ويحسن إليك، في الجنة يا حبيبي إن شاء الله، ادعوا له من فضلكم. وخلال معرضه الأخير كان الفنان الراحل استخدم أدواته الخاصة، ريشته وألوانه، وبدأ رحلته بعد اكتشاف إصابته بورم خبيث في المخ، ليمارس المقاومة من خلال أعماله الفنية للتغلب على آلامه ومعاناته مع المرض، وتم تجسيد ذلك من خلال لوحاته والتي تم تجميعها في معرض فني للفنان بمساعدة أسرته وأصدقائه، لتصل عدد أعماله في تلك الفترة إلى أكثر من 90 عملا فنيا، والتي قسمت إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي فترة دراسته وهو طالب بكلية الفنون الجميلة متمثلة في رسم الإنسان في أوضاع مختلفة، والمرحلة الثانية خلال عمله كمهندس ديكور، أما المرحلة الثالثة حتى إصابته بالغيبوبة، وتعكس فترة صراعه مع هذا المرض اللعين. واليوم رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع هذا المرض الخبيث. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.